من هو سيلفستر ستالون؟ سيلفستر ستالون أحد أبرز نجوم هوليوود متعدد المواهب، فإلى جانب التمثيل هو كاتب ومخرج ومنتج، له مسيرة فنية حافلة وحائز على العديد من الجوائز. مايكل سيلفستر جارينزو ستالون، أو كما هو معروف باسم سيلفستر ستالون، ممثل وكاتب ومخرج ومنتج أمريكي، له مسيرة حافلة فنية يشهد لها العالم. وعلى الرغم من الصعاب التي واجهته في بادئ مسيرته، إلا أنه تخطاها وصنع لنفسه اسما لا ينسى لأجيال. ولعل أكثر الأعمال التي سلطت عليه الضوء في هوليوود هي روكي بكافة أجزائه وفيلم The Expendables بأجزائه الثلاث. تعرف على السيرة الذاتية، الإنجازات، وكل المعلومات التي تحتاجها عن سيلفستر ستالون الممثل الشهير. ولد سيلفستر بتاريخ 6 جويليا 1946 في منطقة هيلزنكيتشن المجاورة لمانهاتن بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الابن الأكبر بين إخوته. والده فرانسيسكو ستالون ولد سنة 1919 وتوفي مؤخرا في 2011، الذي كان يعمل مصفف شعر وخبير تجميل، والذي ينحدر من أصول إيطالية. ووالدته جاكوالين جاكي ستالون التي كانت تزاول مهنة التنجيم، كما أنها راقصة ومنظمة لمباريات المصارعة النسائية، وهي ذات أصول فرنسية أوكرانية يهودية. ولدى سيلفستر أخ أصغر منه، وهو فرانك ستالون. بحلول سنة 1950 كانت عائلته قد انتقلت إلى واشنطن العاصمة، وفي سنة 1957 تطلق والداه. حضر سيلفستر في أكاديمية نوتردام وثانوية لينكولن في فيلادلفيا، وبعدها حضر في أكاديمية شارلوت هول العسكرية قبل أن يلتحق بجامعة ميامي. تزوج 3 مرات، وكان زواجه الأول من ساشا كيزاك سنة 1974، ولديهما ابنان، سيغ ستالون الذي توفي سنة 2012 بعمر 36، وسيرغوف. وتطلق الثنائي سنة 1985، وفي نفس العام تزوج من الممثلة وعارضة الأزياء بريجيت نيلسون، ودام زواجهم سنتين. وتزوج بعد ذلك من جينيفر فلافين، ولديهم 3 بنات، صوفيا، سيستين، وسكارلت. وتطلق الثنائي بعدها. أما من حيث ديانة سيلفستر ستالون ومعتقداته وطائفته الأصلية، فقد ولد لعائلة مسيحية كاثوليكية. كانت ولادته عسيرة، حيث تعرضت والدته لبعض المشاكل مما أسفر عن إصابتها بشلل في الأطراف اليسرى السفلية، وخاصة في الطرف الأيسر السفلي من وجهه. هو تضمن لسانه وشته وذقنه. تم تسمية مدخل المتحف الوطني في فيلادلفيا باسم منطقة روكي لوجود تمثال شخصية سيلفستر من فيلم روكي. كان لدى والده مدرسة لتعليم فن التجميل، كما افتتحت والدته صالة رياضية نسائية سنة 1954. كانت مستحقاته في أول دور بطولة له $200، وقام بالدور بعد أزمة مالية، حيث طرد من منزله واضطر للبقاء دون منزل، وبقي ل3 أسابيع ينام في موقف الحافلة. حضر أحد مباريات محمد علي كلاي، وبعد ذلك ب4 أيام كتب فيلمه الشهير روكي. وقد ظن الكثير أن حضوره لمباراة المصارعة كان السبب وراء إلهامه وكتابته للفيلم، ولكنه لم يصرح عن ذلك أبدا. تخلى عن دور البطولة في فيلم رومانسينج ذا ستون لتصوير فيلم رين ستون، وقد صرح أنه ندم على تخليه عن هذا الدور. تحضيرا لدور روكي، خضع لعدة تدريبات واضطر للذهاب إلى النادي 6 أيام في الأسبوع. عندما سأله أحد الصحفيين عن أي شخصية يود أن يتذكره العالم، رامبو أم روكي، فكان جوابه أن روكي هو إبداعي الأول. أخرج وألف فيلم ستايينج لايف سنة 1983، وهو من بطولة جون ترافولتا. أطلق كتابه الأول سنة 2005 باسم سلاي موفز. شارك في إنتاج وتأليف فيلم هوم فرانت، وهو من بطولة جيسون ستاتام وجيمس فرانكو. ظهر في الفيلم الهندي كامباكش إسحاك، كاد أن يكسر عنقه أثناء تصوير فيلم ذا إكسبندابل.
اتهم بالاعتداء والتحرش الجنسي أكثر من مرة، لكن القضايا التي رفعت ضده انتهت لصالحه وتمت تبرئته. عمل في فترة الثمانينيات كمنظم مصارعات، ولديه شركة خاصة للتنظيم باسم تايجر اي برودكشنز.